أعزائي الطلبة، السلام عليكم. اليوم راح تكون محاضرتنا حول المجال المغناطيسي. طبعاً لضيق الوقت وعدم كفايته لإكمال كل ما يتعلق بالكهربائية والمغناطيسية تكون موضوع مهم جداً بالنسبة لكم كأجزاء طبية، اضطريت أنه أنتقل إلى المجال المغناطيسي. There's a strong connection between electricity and magnetism. هناك ارتباط وثيق بين الكهربائية والمغناطيسية. في الكهربائية هناك توجد شحنات موجبة وشحنات سالبة، بينما في المغناطيسية هناك قطب شمالي وقطب جنوبي. مثل ما عرفنا في الكهربائية أن الشحنات المتشابهة راح تكون تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب. magnetic poles أيضا repel each other while unlike poles attract each other. يعني مثل ما تعاملنا في الشحنات المختلفة تتجاذب والمتشابهة تتنافر، أيضا بالنسبة للأقطاب المغناطيسية القطبين المتشابهين يتنافرون والقطبين المختلفين يتجاذبون. An important difference between electricity and magnetism is that in electricity it is possible to have individual positive and negative charge. هناك فرق مهم بين الكهربائية والمغناطيسية. في حالة الكهربائية هناك إمكانية أن نحصل على شحنة مستقلة تكون موجبة أو سالبة، بينما في المغناطيسية القطب الشمالي مع القطب الجنوبي دائما يكونون على شكل أزواج، يعني قطب منفرد لا يمكن الحصول عليه واقعيا، وهو يسمى مونوبولز known as magnetic monopole have been proposed theoretically. هو فقط اقترح نظريا، يعني لا وجود له قطب منفرد وحده سواء كان قطب جنوبي أو قطب شمالي. مهما كان حجم قطعة المغناطيس راح يكون تحتوي على قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. حتى لو جزأناها راح تكون كل جزء منهم يحتوي قطبين. لذلك فقط نظريا افترضوا ان وجود قطب منفرد، بينما بالواقع never been observed، ما حد قدر يشوف هذا الشيء. هذا الشكل امامكم يمثل قطعة من المغناطيس لها قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. راح نلاحظ خطوط المجال المغناطيسي مثل ما موجود بالمجال الكهربائي خطوط قوى كهربائية، أيضا في المجال المغناطيسي خطوط تنبع من القطب الشمالي وتنتهي في القطب الجنوبي. In the same way that electric charge creates electric fields around them, north and south poles will set up magnetic fields around them. مثل ما شفنا في المجال الكهربائي الشحنات ممكن تولد مجال كهربائي حولها، القطب الشمالي والقطب الجنوبي أيضا راح يكونون مجال مغناطيسي حولهم. ولكن أيضا هناك فرق. Again there is a difference. While electric field lines begin on positive charge and end on negative charge, magnetic field lines are closed loops. مثل ما شفنا انه خطوط المجال الكهربائي تبتدي من الشحنات الموجبه وتنتهي الى الشحنات السالبه، هنا عندنا المجال المغناطيسي خطوطه تكون عباره عن حلقات مغلقه extending from south pole to the north pole and back again or equivalently from north pole to the south pole and back again. يعني هنا في حالة المجال المغناطيسي الخطوط صحيح تنبع هنا في الخارج من القطب الشمالي تمتد في الفضاء وترجع تعود في القطب الجنوبي، لكنها تشكل حلقات متكاملة حيث تكون داخل قطعة المغناطيس تسري في الاتجاه المعاكس، تسري من القطب الجنوبي
بإلى القطب الشمالي وهكذا. The magnetic field is a vector, the same way the electric field. مجال المغناطيسي هو متجه، كمية متجهة مثل ما شفنا في المجال الكهربائي. The electric field at a particular point in the direction of the force, a positive charge would experience if it is well placed at that point. مثل ما شفنا اتجاه المجال الكهربائي يتمثل باتجاه الشحنة الكهربائية الموجبة الموضوعة في ذلك المكان. يعني هتتأثر القوة اتجاهها هتكون هي تمثل اتجاه المجال الكهربائي. The magnetic field at point in the direction of the force a north pole of a magnetic would experience if we placed there. بينما في المجال المغناطيسي اتجاه خطوط القوة المغناطيسية أو المجال المغناطيسي راح تكون باتجاه القطب الشمالي الموضوع في تلك النقطة. The science of magnetism grew from the observation of certain stones, magnetite, would words attract bits of iron. علم المغناطيسية نما من ملاحظة أن بعض قطع الأحجار اللي هي ماجنتايت تجذب بعض قطع الحديد. The word magnetism comes from the strength of magnesia in Asia Minor. هي نسبة إلى منطقة اسمها ماجنيسيا في آسيا where these stones are found when موجودة هذه الأحجار. The north magnetic pole does not coincide with the north geographic pole, but instead lies at latitude of nearly 80 degrees, just northwest of Elf Rings, Iceland, in extreme North Canada. It is interesting to note that the position of the North Magnetic Pole is not fixed but moves over the years. معنى الكلام إنه القطب المغناطيسي الشمالي لا يتطابق مع القطب الشمالي الجغرافي. مثل ما تلاحظون في الشكل المجال المغناطيسي أو القطب المغناطيسي يكون منحرف بزاوية عن القطب الشمالي الحقيقي الجغرافي. دوران الأرض حول نفسها يكون حول اتجاه المجال المغناطيسي القطب المغناطيسي يعني مو اتجاه القطب الجغرافي، لذلك تكون على شكل مائل. وحدة المجال المغناطيسي في SI unit النظام العالمي للوحدات هي نيوتن في سكن على كولوم في متر، وتسمى اختصارا بالتسلا تي واحد تسلا. We define the space around the magnetic or a current carrying conductor as the site of magnetic field. احنا نعرف الفضاء اللي يحيط قطعة مغناطيس أو أي موصل يحمل تيار كهربائي إنه مجال نسميه مجال مغناطيسي لهذا القطعة المغناطيسية أو الواير السلك الذي يحمل تيار كهربائي. Electric charge at rest with respect to chosen reference system has only electric fields around them. انتبهوا على هذه العبارة، هذا الشيء مهم لازم تعرفوه. الشحنات الكهربائية لما تكون في حالة سكون راح
تكون يحولها فقط مجال كهربائي، لا يوجد مجال مغناطيسي حوله. When these charges move, they also have a magnetic field around them. بينما لما تتحرك هذه الشحنات راح يكون حولها أيضا مجال مغناطيسي. يعني المجال المغناطيسي لا يتولد حول الشحنات المستقرة، وإنما يتولد فقط في حالة كون الشحنة متحركة. To investigate magnetic, they feel it is essential to use the effect they have on different bodies. For example, the torque acts on magnetic compass needle and its maximum value as given place determined from the orientation of the compass needle. يعني حتى نحس بالمجال المغناطيسي هناك لازم تأثير، وهو العزم اللي مأثر على قطب أو الإبرة المغناطيسية في البوصلة، أو العزم الموجود على a coil of wires and its magnitude depends on the size of the coil، أو على العزم المؤثر على كويل ملف من واير ويحمل تيار كهربائي. A section of long thin conductor in which current flowing is subjected to force proportional to the length of the conductor, to the current flowing and to the orientation of the conductor in the magnetic field. القوة المؤثرة على موصل يحمل تيار كهربائي راح تكون تتناسب ويا شدة التيار المار بيها، وطول السلك الموصل الموجود داخل المجال المغناطيسي، واتجاه السلك داخل المجال المغناطيسي. In all cases must have a test body which measures the effect of magnetic field in a certain place and some device which registers these effects. Magnetic field is one of the forms of matter. It is created by moving electric charge or permanent magnet. No magnetic field appears around electric charge at rest. There is no different when electric charge moves. Magnetic field can be created when electric charge moves in space, in a conductor, in a molecule, or in an atom. يعني مجال مغناطيسي يتولد عندما كانت الشحنات توجد بشكل بحالة حركة، سواء كانت تتحرك في الفضاء، تتحرك في سلك موصل، أو تتحرك في داخل المادة.